اداء الشوط الاول الذي يجمع شباب المعادي ومصر للتأمين بدا اللقاء من لحظات تمام لمصلحه مصر للتأمين. تيجي جنبي يا كابتن، ما انت كده مداري عليا انا. ها تعالى جنبي يا كابتن، ما انت مداري عليا كده. اجي اقف قدامك؟ حاول انت تطلع فوق عشان هو تطلع فوق. انت تطلع فوق انت ده. انا واقف يا كابتن، من كابتن من الصبح ده هو اللي جاي واقف قدامي دلوقتي. مش مشكله مش مشكله، اطلع قدام. حارس مرمى مصر التأمين
هيلعب عوض ايد ورجل. سيكا يطلع براكو انما في الصله الوقاوي السلو باص شريف ما يتقهاش عقلة مرمى ترشي عليها لعبها على طول لكن كانت طويله بعض الشيء. ركلة مرمى لشباب المعادي فارس اشتراف جراف وقلشة من تايسو هل هيلحقها فارس؟ ما لقاهاش فارس. ارجع طب ارجع 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 ضربة رجلية وماشي في التأمين. أول خمس دقايق الاستحواذ أكتر لمصر في التأمين. زهقت منك اكثر من ضربه ركنيه ضربه ركنيه من ناحيه اليمين. يلا تايسو يا كابتن يا كابتن ازهري جماس لشباب المعادي ولا فاكهه بالنيو لوك جديد قدام بودي استقبال على الصدر اكثر من رائع تغيير ملعب كره اليمين بقت تحت الشمال طلع تربي لما تطول منه تبقى ركله مرمى شباب المعادي فارس بطن القدم تصل لفارس فارس كرة ناحية اليمين يحيى كريم كل عدى كويس ومرر ناحية الشمال توغل انما يا ولد يحاول ينزلها عشان يعرف يرفع الكورة رفع السيارة تايسو مش قد الحراس لسه الاستحواذ مع مصر التأمين شعرت العرضية فاكهة لعب من ليل لعبوس اه ده انت اهو يلا عجوز روح عجوز روح ده فاول من ناحيتين هنا وهنا ضربوه عجنوه ده اتعجن احسن يا كابتن احسن يا ليمبي ادخل قدام خمس عشرة ارضة لمبي شباب المعادي
يا جماعه حد يحاول الواد ده بيكا مش حد طلع سلامات يا جمال جمال يوم تاني هو تاني حلو قوي 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 قوي